السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. طبعا يا جماعة، النهاردة خامس يوم رمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين، تعود عليكم الايام بالخير، ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم الصيام. هنتكلم في الفيديو ده عن الهجرة العشوائية او الجرين كارت او كما يسمى اللوتري. طبعا الهجرة العشوائية يا جماعة للي ما يعرفش هي 50,000 فيزا بيدوها هنا امريكا كل سنة للمهاجرين في مختلف انحاء العالم، وبيقدم فيها طبعا ملايين حول العالم، بيقدروها ب50 مليون تقريبا بيقدموا كل سنة، وبيكسب منهم 50,000 بس. فطبعا ناس كتير بتقدم فيها حول العالم، والناس بيتمنوا ان هم يجوا امريكا. طبعا الهجرة بدأت يوم 7 اكتوبر اللي فات، فتح باب التقديم، وانتهت يوم 10 نوفمبر 2020، يعني حوالي شهر وخمس ايام تقريبا بيبقى ده الموعد بتاع تقديم الهجرة العشوائية، وبيكون كل سنة تقريبا في الموعد ده، والنتيجة ان شاء الله هتظهر يوم 8/5 الجاي، يعني ده ان شاء الله هيبقى يوم السبت، ويعني بعد 3 اسابيع من دلوقتي، وربنا طبعا يا رب يكرم جميع الناس. في الفيديو ده هنتناول انت ازاي بيتم اختيارك في الهجرة العشوائية، الكمبيوتر بيختارك ازاي، والمحور الثاني من الفيديو هيكون المصاريف بتاعتك لغاية ما تحط رجلك في امريكا هتكون قد ايه تقريبا، ومحتاج تجيب كام وانت جاي، وهل هيحصل الجزء الثالث من الفيديو، هل هيحصل في لوتري 2022 اللي هو نتيجته ان شاء الله هتكون بعد 3 اسابيع، هل هيحصل فيه زي ما حصل في 2020 و2021 ولا لا؟ خليكم معانا في الفيديو ده. وطبعا يا جماعه اللي مش مشترك في القناه اشترك فيها، المشاهدات نزلت على القناه بسبب الناس مش مفعله الجرس فالفيديوهات ما بتوصل لهمش، فاشترك في القناه وفعل الجرس لو سمحتي، ودوس على اللايك على اساس ان انا اعرف ان الفيديو عجبك، عشان الفيديو لو عجبك هنعمل منه جزء تاني ان شاء الله بامر الله. طيب ازاي الكمبيوتر بيختارك؟ انا هقول لك ازاي. الناس قدمت من مختلف انحاء العالم، المفروض الصوره اللي انت تحطها في التقديم تكون 5x5 الابعاد بتاعتها، وتكون بخلفيه بيضه مش ملعوب فيها يعني باي برامج من الفوتوشوب، تكون صوره ويكون الوش بتاعك في نص الصوره بالظبط، وتكون مساحتها 500 كيلو بايت، والابعاد بتاعتها 5x5 زي ما قلنا. طيب اي حد هيحط صوره مختلفه عن المواصفات دي الكمبيوتر بيستبعده على طول. الحد التاني وانت بتقدم، بعض الناس بتقدم باسمين او ب3 اسماء، الكمبيوتر بيستبعد ده اوتوماتيك، والكمبيوتر كمان ما بيبصش لاسمك، يعني اسمك احمد، اسمك محمود، اسمك ابو عربوش برايز، اسمك ايا كان اسمك، الكمبيوتر ما بيبصش لاسمك. وبعد ما بتعدي الاختيارات دول، يعني خلاص حطيت الصوره صح 5x5 500 كيلو بايت، خلفيه بيضة مش ملعوب فيها بفوتوشوب، وحطيت اسمك وحطيت رقم الباسبور بتاعك، لان هم دلوقتي برضو بقوا يعني لازم اللي يقدم يكون معاه باسبور، عكس زمان من 7-8 سنين او لا يعني مش من 7-8 سنين، ده لغايه من سنتين ما كانش فيه حته ان انت لازم يكون معاك باسبور. فالناس عشان هم عملوا كده ليه؟ على اساس انه كانت بعض الناس بتقدم بكذا اسم، فاصبح خلاص اللي هيقدم بقى دلوقتي مرتين الكمبيوتر بيعكشه على طول، فاصبح ده بيطلع ايه من التقديم. فعلى هذا الاساس الكمبيوتر بيختار الناس اللي بتقدم في الهجرة العشوائية في مختلف أنحاء العالم. طيب أنت دلوقتي بقى معلم محتاج كام؟ على أساس لو افترضنا أن الكمبيوتر خلاص اختارك وخلاص كنت سعيد الحظ وأمك دعيالك، ويعني خلاص الكمبيوتر خلاص اختارك عن طريق الكونفيرميشن نمبر اللي أنت المفروض أخدته في شهر 10 اللي فات، الكمبيوتر اختارك، محتاج بقى كام على أساس أن أنت تحط رجلك الشريف في امريكا؟ اول حاجه بتكون محتاج
مصاريف مقابله السفاره بتكون 360 دولار تقريبا لو الرقم ما اتغيرش. ده اول حاجه. تاني حاجه بتكون محتاج مصاريف الجرين كارد، ودي بتكون يا جماعه 220 دولار. تالت حاجه بتكون محتاج تذكره طيران على اساس انك تطير على امريكا. تذكره الطيران بتكون في حدود 800 دولار. يا جماعه الارقام اللي انا بقولها دي كلها على اساس ان انت فرد واحد بس، ما بتكلمش انا على اسره دلوقتي، ولا بتكلم واحد وزوجته، او واحد ومعاه مثلا عيلين او ثلاث عيال او كده. طبعا لو معاك على حسب عدد افراد الاسره اللي كسبت، على حسب عدد الافراد اضرب بقى شوف انت معاك كام واحد. فاحنا هنتكلم على السنجل العازب. يبقى اول حاجه عندك 360 دولار، ثاني حاجه عندك 220 دولار، ثالث حاجه عندك تذكره طيران بتكون يعني في معظم الاحوال بتكون في حدود 700-800 دولار، احيانا بتزيد احيانا بتقل على حسب الموسم اللي انت مسافر فيه، وعلى حسب شركه الطيران انت مسافر فيها، وعلى حسب طبعا اذا كنت نازل ترانزيت 3 ساعات في النص ولا جاي دايركت او مباشر. يبقى انت كده عندك تذكره طيران، وعندك مقابله سفاره، وعندك مصاريف الجرين. يعني بتتكلم كده في حدود تقريبا 1600 دولار 1700 دولار على حسب الوضع بتاعك، وعلى حسب الوقت اللي انت هتسافر فيه. وطبعا هيكون بقى لما تيجي امريكا هتكون بقى محتاج طبعا معاك لا يقل عن 4000 دولار ولا حاجة، على اساس ان انت تقعد في فندق ويعني تعرف تشتري لك عربية ولا حاجة، عربية مرتاحة كده ب2000 دولار ولا حاجة يا جماعة، على اساس انك تعرف ايه تتحرك بيها في الايام الاولى ليك في امريكا، وما تضطرش ان انت تلجأ لحد، ومش هتلاقي في جميع الاحوال مش هتلاقي حد اصلا يكون فاضي ان هو يوديك او يجيبك، على اساس انك تروح تقدم على السوشيال بتاعك، وعلى اساس ان انت تستلم الجرين كارد بتاعك والمصاريف المختلفه وطلباتك وكده، وانت بتدور على شغل واول شهر في السكن وكده قبل ما يجيلك الورق بتاعك. وطبعا في الاغلب هتقعد في فندق في الفتره الاولانيه. كنا احنا عملنا فيديو عن الموضوع ده، هحطه لكم جنب علامه الاي يمين او شمال، وبصوا عليه اتكلمت فيه ازاي تلاقي سكن بالتفصيل وتتجنب او تتجاوز مرحلة عدم وجود كريدت سكور معاك او تاريخ ائتماني معاك. فدي يا جماعة المصاريف بتاعتك هتكون في الحدود دي 1500 وانت لسه في مصر او لسه في بلدك. ممكن الرقم ده يزيد او يقل، بالاضافة ان انت هيكون اتليست محتاج 4000 دولار ولا حاجة. فانت بتتكلم انت يا جماعة على اساس ان انتوا اللي هيكسب في الهجرة العشوائية لازم يكون معاه 5000 فيما فوق، على اساس يعرف يظبط حاله ويعرف يجي امريكا وهو واقف على ارض صلبه. طيب هل ممكن يحصل في 2022 زي ما حصل مع 2020 و2021؟ طبعا اللي ما يعرفش يا جماعه حصل حوارات كتير الفتره اللي فاتت بسبب الكوفيد 19، وبسبب قفل السفارات، وبسبب قفل المطارات كمان. فيعني الناس اللي كسبت في الهجره العشوائيه بتاعت 2020 ثلاث ارباعهم ما جاش، واكثر من ثلاث ارباعهم كمان. وفي ناس طبعا رفعت قضايا، ودخلنا بعد كده في 2021 لسه 90% من الناس او يكاد يكون 100% من الناس لسه ما جاتش، وبداوا سمعت ان هم بداوا يقابلوا في سفارات، منهم سفاره الجزائر بداوا دلوقتي يقابلوا، ولكن رتم المقابلات بطيء جدا، وفي ناس رفعت قضايا، وفي ناس هنا في امريكا اكلت عيش على حس الموضوع ده، ويعني كانت بتطلع تقول يعني ايه لازم الناس تدخل قضايا وكده. في طبعا ناس اصابت وفي ناس اخطات وعلى حسب الظروف، بس المهم ان 2020 يعني للاسف الشديد يعني ربنا رب يكتب الخير لكل الناس، ولكن الناس دي للاسف ما جاتش، وتحولوا من 2020 لخسرين. فطبعا و21 نفس القصه، داخلين دلوقتي برضو للاسف في القصه دي. ان شاء الله توقعي الشخصي انه مش هيحصل في 2022 زي ما حصل مع اخواتنا في 2020 و2021 باذن الله تعالى، لانه السفارات فتحت دلوقتي. اي نعم الرتم بتاعها بطيء، ولكن احنا بنتكلم من دلوقتي انه انت قدامك سنه، يعني ان شاء الله لما النتيجه تظهر بعد 3 اسابيع. الفيديو ده يا جماعه انا عملته بناء على طلب احد الاخوه اسمه الويست كوست الساحل الغربي، اخونا من ليبيا، كان دايما بيقول لي في التعليقات اعمل لنا فيديو عن 2022، اعمل لنا فيديو على 2022. فعملنا لك اهو يا عم ابسط. فالفيديو ده ان شاء الله لما
يحصل نتيجة الهجرة العشوائية بتاعة 2022 هيكون بعد 3 أسابيع من دلوقتي، هيكون قدامك حوالي من سنة لسنة وثلاث أربع شهور على بال ما تيجي أمريكا. فإن شاء الله يكون الأزمة بتاعة 2020 و2021 ما تحصلش مع 2022 بأمر الله تعالى، وإن شاء الله تكون السفرات فتحت ويكون الناس أمورهم متيسرة وما يحصل لهمش زي ما حصل مع أخواتهم بتوع 2020 و2021. أتمنى أن أكون فتكوا في الفيديو ده. ما تنسوش يا جماعة مش مشترك في القناة يشترك فيها، سيب لكم فيديوهات يمين وشمال بصوا عليها من فضلكم، ودوس على الجرس عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات الجديدة اللي انا بعملها من جوه امريكا، ودوس برضو على اللايك قبل ما تقفل، وكل سنة وانتم طيبين، ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.